صباح الخير، كيفكم؟ معكم دكتورة حنين من مجموعة الوطن الدولية. اليوم راح نكون في المحاضرة رقم 8 من مادة الفارماكولوجي. أخذنا المرة الماضية أو امبارح اللي هو الأنتي سيجر دراجز أو الأدوية اللي بتستخدم في علاج التشنجات، وحكينا عن المبدأ تبع السيجرز، أنواع السيجرز والجهاز اللي بيتم فيه القياس، وخدنا فكرة عن الإبيليبسي أو مرض الصرع والأدوية اللي بتستخدم زي الفينيتوين، الكربميزابين، اللي وراء الأوكساكاربازيبين. وحناخد اليوم، حضل معنا آخر دواء في اللي هو الأدوية اللي بتستخدم في علاج السيجرز من هاي الطائفة طبعا، اللي هو الإسلي كارباسيبين أو الإسلي كاربازين. الاختصار تبعه ASL، لأنه إسلي كارباسيبين أسيتات، إسلي كارباسيبين أسيتات. هو is a product that product that has been approved as adjunctive therapy in adults with partial onset seizures with or without secondary generalization. يعني هو علاج، كتب برودراج لأنه المادة اللي بتأخذ بتكون غير فعالة عند الميتابوليزم بالجسم، تتحول ل active metabolite وهو اللي بيعمل المفعول، زي ما قلنا عن شبيهه اللي قبل هيك. بالتالي هو عبارة عن برو دراج approved as adjunctive therapy، يعني هو علاج جانبي، يعني يؤخذ بالإضافة لعلاج آخر، يؤخذ بالإضافة لعلاج آخر في موضوع البارتشال أونست، يعني اللي حكينا عنه اللي هو مش generalized، اللي بيكون في منتصف أو الجزء نصف جزء من المخ أو منتصف الدماغ، اللي ممكن يتطور للسكندري جنراليزيشن، يعني ممكن يصير في جنرال اللي هو جراند مال أو تونيك كلونيك سيجرز، أو ممكن ما يتطور لهذا النوع من السيجرز. هو هذا باختصار استخدامه. بالنسبة للميكانيزم اوف اكشن نفسه، نفس الكاربازيبين والأوكسا كاربازين، تمام، أو كاربازيبين الـ ASL نفس الإشي، appears to be the same اللي هو الـ blocking of voltage gated sodium channels. شرحناها مبارح بتفصيل أكتر، اللي هو انتقال الشحنات من جانب لجانب وإحداث اللي هو الـ action potential أو الفرق الكهربائي. من خلال إحداث هذا الأكشن بوتينشال بصير في عنا اللي هي النيرف إمبلسز، تمام؟ لو بدنا نحكي عن الهاف لايف، حكينا إحنا عن اللي قبله، الهاف لايف تبعه من 10 لعشرين ساعة، من 10 لعشرين ساعة، يعني ممكن نعتبره ميديوم اكسكريتد ان يورين، بيتم التخلص منه من خلال البول أو من خلال الكدني. ميتابولايت less active، يعني بيطلع منه ميتابولايت في الجسم، اتفقنا اللي هو عبارة عن برو دراج، تمام، يعني هو بيؤخذ بالصورة الـ inactive في الجسم، بيتحول لـ active ميتابولايت اللي هو اللي بيعمل المفعول بعد، طبعا له اسم تاني مشتق من الاسلي كاربازيبين. بعد ما يعمل المفعول الإسلي كاربازيبين طبيعي راح يصير له ميتابوليزم، تأثير الجسم عليه. الإسلي كاربازيبين بعد هيك شو بصير فيه؟ كمان ميتابوليزم، بيعطيني لس أكتيف ميتابولايت، يعني حتى لو صار تكسير للـ ESL بيعطيني ميتابولايت في نوع من الأكتيفيتي، يعني ممكن يعطيني نوع من الأكتيفيتي. لكن وين راح يصير inactive؟ لما يصير له في المرحلة الثانية conjugation مع الجلوكورونيك أسيد الموجود في الجسم، يعني في الفيز 1
ميتابولايت بعد فيز 1 بكون سلايتلي اكتف، يعني بيعمل مفعول معين، طبعا لا يقارن بمفعول المادة اللي قبله لأنه بكون أضعف شوي. لكن بعد الفيز 2 اللي هو الكونجاجيشن مع الجلوكورونيك أسيد بيصير في عندنا ان اكتف ميتابولايت، ان اكتف ميتابولايت. وزي ما حكيت الميكانيزم اوف اكشن تبعه نفس الميكانيزم اوف اكشن تبع اللي قبله اللي هم الاوكس كارباسبين واللي كاربا مازيبين، هدول نفس الميكانيزم اوف اكشن تبعهم. نيجي ل اللي بعده، في شغلة اسمها الفينوباربيتال، والفينوباربيتال هذا استكشافه أو تم اكتشافه أول دراج من أوائل الأدوية اللي تم استخدامها في علاج التشنجات، من أوائل الأدوية. فينوباربيتال is the oldest of the currently available anti-seizure drugs، يعني هو من أقدم الأدوية اللي بتستخدم في علاج التشنجات. Although it has long been considered one of the safest of the anti-seizure agents, the use of other medications with lesser sedative effect has been used. يعني المشكلة في هذا الدواء إنه بيعمل sedation، بيعمل سيديشن تنويم، يعني الشخص اللي بياخده بيعاني من النعاس، فبالتالي بعض الأطباء بيستخدموه لعلاج الإنسومنيا اللي هي الأرق، الشخص ما بينام. ممكن بعض الأطباء يوصفوا له اللي هو الفينوباربيتال، أو الاسم التجاري له لومينال، لومينال. تمام. Although it has been long been considered one of the safest of the anti-seizure agents, the use of حكيناها إنه هو من أكثر الأدوية اللي بتستخدم لعلاج التشنجات وأقدمها طبعا، ولكن مفعوله كسيداتيف بيأثر على اختيار الأطباء لإله، لأنه مش كل اللي راح ياخدوا هذا الدواء زي ما قلت امبارح إنه في عندهم مجال أو فرصة إنه يكونوا في السيديشن أو إنهم يكونوا في اللي هو التنويم أو النعاس. بالنسبة للسيفتي إنه هو كمان من الأدوية الآمنة اللي ممكن تنعطى. آمنة شو قصده يعني في السيف؟ يعني التوكسيسيتي تبعته قليلة في حال لو كان في الجرعة الثيرابيوتيك. طبعا الثيرابيوتيك ويندو تبعه نوعا ما كبير، يعني احنا لو اعطيناه بالاي في هذا بالنسبة للأونست اوف اكشن تبعه، لما بدنا نعطي هذا الدواء بالوريد يعني مباشرة على الدم، اكشن within 5 minutes راح يعمل لي المفعول خلال 5 دقائق. تمام. لكن لو أعطيناه عن طريق الأورال أدمنستريشن ممكن ياخد 30 دقيقة لحتى يبلش المفعول، ولكن نقدر نقول إنه مفعوله بيستمر من 4 ساعات لعند يومين، من 4 ساعات لعند يومين، يعني هو إله long duration of action، أو فينا نعتبرها medium لأنه في أدوية ممكن تعمل action لأكثر من هذه الأيام. الميكانيزم of action تبعته شو بيعمل؟ فينوباربيتال may selectively suppress abnormal neurons، يعني بيعمل تثبيط للنيورونز اللي بتشتغل abnormal زي ما حكينا في قبل، بكون لها نشاط غير طبيعي، فإحنا بنحتاج إنه نوقف هذا النشاط من خلال ميكانيزمات معينة. Like phenytoin, phenobarbital suppress high frequency repetitive firing in neurons in culture through an action on sodium conductance. يعني كمان هو بيشتغل على الموضوع تبع
الفايرنج اوف نيورونز او ارسال الاشارات العصبيه من خلال شغله على توصيل ايونات الصوديوم او اغلاق اللي هو القنوات اللي هي بتعبر الصوديوم الى داخل الخليه. كمان شغله كشفوها الابحاث بالنسبه للميكانيزم اوف اكشن انه increase the activity of the inhibitory neurotransmitter اللي هو جاما امينوبيوتيريك اسيد اللي هو اسمه جابا GABA، ولكن اللي هو الميكانيزم السائدة مثل ما كان في المركبات اللي قبل انه بيشتغل على الصوديوم جيتد او ايون جيتد صوديوم شانلز. الفينوباربيتال is useful in the treatment of partial seizures and generalized tonic-clonic seizures. يعني بيستخدم في التشنجات الجزئية أو البارتشل اللي بتتضمن جزء من الجسم أو قسم جهة من الجسم حسب طبعا شو الجهة اللي تأثرت بالمخ، أو ممكن يستخدم في الجراند مال أو اللي هو التونيك-كلونيك ديزيزز أو سيجرز. في شغلة هان ما بيستخدم في علاج الابسنس سيزر اللي هو حكينا عنه، بصير الشخص نوعا ما لبعض الثواني بيفقد الوعي. هذا العلاج ما بيستخدم لهذا الحالة اللي هي بنسميها absence seizure، لأنه already هو فاقد الوعي، already هو يعني هو أساسا ما كان عنده تشنجات، لكن صار عنده للحظات أو لثواني فقدان للوعي. وبما أنه الفينوباربيتال من أقوى اللي هو الأدوية ممكن يأثر على موضوع السيديشن بزيادة، فبالتالي نستغني عنه في حالة الأبسنس سيدر. كمان شغلة فيه إنه بيعمل سبريشن للريسبيراتوري تراكت، يعني موضوع التنفس بصير فيه مشكلة، يعني الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل في الجهاز التنفسي زي الأسما زي الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديسيز اللي باختصاره COPD، كمان هدول ممنوع يستخدموا هذا الدواء بسبب تأثيره على الجهاز التنفسي وقدرة الإنسان على التنفس. حكينا التي هاف أو اللي هي الهاف لايف للي قبله، الهاف لايف لإله من 2 لـ 7 أيام، من 2 لـ 7 أيام، فبالتالي إحنا بنعتبره من الأدوية اللي ما بين الميديوم واللونج ديوريشن أوف أكشن، ما بيكون اللي هو التي هاف تبعته قليلة يعني ساعات، لا التي هاف تبعته من 2 لـ 7 أيام. بالنسبة للميتابوليزم تبعه، الميتابوليزم بصير باي ليفر، يعني بيتكسر من خلال إنزيمات الكبد. طبعا حكينا إنه إنزيمات الكبد أو الكبد هو العنصر المسؤول بشكل أساسي على موضوع أو عن موضوع الميتابوليزم. الإكسكريشن تبعه أو التخلص منه عن طريق اليورين أو اللي هو عن طريق الكيدنيز، إذا استخراجه من الجسم بيتم عن طريق البول. الفينوباربيتال وتركيبته اللي هي التركيبة الكيميائية، حلقة البنزين متصلة بالآر، هاي كلها مجموعة وجود اللي هو مجموعة الأمين الكربونيل، 3 مجموعات كربونيل، وبالإضافة للسي تو اتش 5 اللي هي مجموعة الإيثايل اللي على الذرة رقم 5، ممكن نعتبرها 5 ممكن نعتبرها 6 حسب الترقيم تبع الحلقة، ما بيهمنا موضوع اللي هو الصيغة الكيميائية. مو مفترض إنه إحنا نفوت في الأنتي ديبريسنت ايجنت، ولكن إحنا في جزء كان مفترض اللي هو نكمل الأنتي سيجرز اللي هي الأدوية اللي بنسميها بنزو ديازيبينز. رح نفوت على السلايد اللي هلأ بعتها على الجروب، من خلالها رح
نشرح إن شاء الله هذا، أو خلينا نفوت من هون. واضحة عندكم الصورة اللي هي مكتوب فيها بنز ودايازبينز، نعمل شير من أول وجديد. أي تمام. بنزو دايازبينز also called بينوز أو بنزوز، هذه الكلمة ممكن إذا حدا يعني حابب يختصر إنه هي بنزوز أو بنزو ديازيبينز، لأنها بتحتوي على مجموعة اللي هو البنزين بالإضافة لباقي الاتصالات اللي بتكون موجودة أو المجموعات المتصلة بذرة أو بحلقة البنزين. are a class of agents، مجموعة من الأدوية that work in the central nervous system، يعني بتشتغل على الجهاز العصبي المركزي. and are used for a variety of medical conditions، يعني ما إلها استخدام واحد، بما إنها بتشتغل على الجهاز العصبي المركزي بالتالي إحنا بنقدر نفهم إنه بتشتغل على أكثر من حالة مرضية. كتب لي هون بعض الأمثلة اللي تستخدم فيها البنزودايازيبينز كعلاج: الألكحول withdrawal، الناس المدمنة على الكحول واللي حابة توقف هذا الإدمان بيصيروا ياخدوا هاي الأدوية حتى يحافظوا على النشاط اللي كان فيه الجهاز العصبي، حتى ما الواحد ما يصير عنده أعراض الانسحاب ويفقد السيطرة ويعود في الانتكاسة تبعته، فبيعطوه هاي الأدوية حتى يقدر إنه يعمل انسحاب من الكحول. الأنكزايتي اللي هي قلق أو الأرق، ما بصير في عنده نوم فبياخدوا هذا للمساعدة على النوم. مسل ريلاكسانت اللي هو مرخي للعضلات، مرخي للعضلات كله عن طريق التحكم بالجهاز العصبي طبعا. بانيك ديس أوردر اللي هي المشاكل أو الحالات اللي بتصير عند الإنسان بصير عنده البانيك اتاك اللي هو حالات الخوف او الذعر الشديد. السيجرز طبعا اللي هي التشنجات اللي بتصير في الجسم. سليب ديس اوردرز كمان قلنا انه هو بيعاني او بيعالج الناس اللي بتعاني من الارق الانسوميا، فهو بيعالج مشاكل النوم. to induce relaxation prior to surgical operation، هون قصده بالريلاكسيشن إنه الشخص يصير ريلاكس، مش موضوع تخدير. في شغلة اسمها سيديشن، في شغلة اسمها أنستيزيا، انتبهوا هون قصده في الموضوع السيديشن، موضوع السيديشن مش التخدير. فهو في بعض الأشخاص بتكون متوترة جدا قبل العمليات، خاصة بيعطوها لبعض الأشخاص اللي ممكن تعمل زراعة الشعر والأمور هذه، يعني ممكن يعملوا لهم سيديشن من خلال هذه الأدوية، لكن مش تخدير. انتبهوا من هذه القصة، إذا إجت في سؤال أو شيء هو بيستخدم في اللي هو السيديشن مش في الأنستيزيا. إذا الكحول ويزدراول، أنكزايتي الأرق أو القلق، مبسط للعضلات، مشاكل الخوف أو الذعر الشديد، اضطرابات أو التشنجات، مشاكل النوم أو الأرق، وبعد هيك السيديشن اللي بيكون قبل عمليات جراحية. فارماكو داينامكس، حكينا شو يعني فارماكو داينامكس، اللي هي الميكانيزم اوف اكشن تبعت العلاج أو الدواء، يعني شو الدواء بيعمل في الجسم، شو تأثير المادة الكيميائية على الجسم. They act on specific receptors in the brain،
طبيعي حكينا إنه كل مادة بدها تشتغل على أي مكان في الجسم راح يكون في لها ريسبتور على سطح الخلية، وهون بما إنه بيشتغل على الجهاز العصبي فأكيد راح يكون في له ريسبتورز على الخلايا وعلى سطح الخلايا العصبية الموجودة وين في الجهاز العصبي المركزي أو باختصار البرين. They called هاي الريسبتورز تبعت الجاما أمينو بيوتيريك أسيد A receptors، جاما أمينو بيوتيريك أسيد receptors، هذه هي الريسبتورز اللي بتشتغل عليها هاي المواد الكيميائية، يعني ما لها علاقة في channels. شوفوا هناك الفرق كيف بين هذه المجموعة والأدوية اللي أخذناها قبل، الميكانيزم اوف اكشن بتختلف، هناك بيأثر على الصوديوم جيتد channels، هون لا بيأثر على الجاما أمينو بيوتيريك أسيد ريسبتورز على النيورو ترانسميتر. بنزودايازيبينز attach to these receptors and make the nerves in the brain less sensitive to stimulation. نفس المبدأ، أجت حطت حالها مع الريسبتور تفاعلت معه فبصير الريسبتور غير صالح لأي ارتباط آخر، يعني لو أجا اللي هو النيورو ترانسميتر مش راح يقدر يرتبط على الريسبتور لأنه already هاي الأدوية إجت وأخذت مكانه. This reduces the communication between neurons and therefore has a calming effect on many of the functions of the brain. يعني ارتباطها على هاي الريسبتورز بيمنع ارتباط النيورو ترانسميترز على هاي الأماكن اللي هي الريسبتورز، فبالتالي بتحد من النشاط فبتعمل calming effect. calming effect اللي هو الريلاكس، اللي هو اللي بيشبه الباراسمباثيك، يعني هو مش إشارات عصبية، لا هو أدوية بتشتغل على تثبيط الجهاز العصبي من خلال التفاعل مع الجاما أمينو بيوتيريك أسيد ريسبتورز، فبتمنع تفاعل النيورو ترانسميترز مع هذه الريسبتورز. All benzodiazepines work in a similar way. كلهم نفس الميكانيزم of action, but there are differences in the way individual benzodiazepines act on different receptors. يعني هذا الريسبتور له subtypes، له أكثر من نوع موجود على سطح الخلية، له أكثر من نوع موجود على سطح الخلية حسب كل نوع من البنزودايازيبينز أو كل دواء، كل مادة تتبع هذه الطائفة ممكن ترتبط على بعض السب تايبس غير الثانية. يعني فلنفترض سب تايب إكس بيرتبط عليه مثلا الألبرازولام، لكن لو جبنا مادة ثانية ما راح ترتبط على هذا الريسبتور، فهم نفس الميكانيزم لكن بيختلفوا على أي سبتايب من الجابا ريسبتور هذول راح يرتبط. بناء عليه some benzodiazepines are more potent، أقوى من غيرها، أو ممكن يكون في عندها longer length of time، يعني duration of action تبعها راح يكون أكتر أو أطول. طبعا هذا الاختلاف تبعا لنوع السبتايب الخاص بالجابا ريسبتور اللي اتصلت عليه أو تفاعلت معه. إذا هذا الاختلاف بيؤدي لأنه هذا البنزودايازيبين أو هذا الدواء اللي بيتبع هاي الطائفة ممكن يكون أقوى من غيره، أو ممكن يكون بيعمل duration of action أو مفعوله بيستمر لوقت أطول. شو يعني more potent؟ يعني التركيز أقل بيعمل مفعول، يعني أقل تركيز منه بيعمل مفعول في الجسم، فبالتالي ممكن يكون أقوى من غيره، فبالتالي التركيز تبعته بتكون قليلة في العلاج. أو ممكن هذا الاختلاف في الارتباط شو يعمل؟ longer length of time، يعني duration of action يكون عالي أو كبير. pharmacokinetics اللي هي تأثير الجسم على الدواء، تأثير الجسم على الدواء.
في عندي 3 أنواع زي ما حكينا للديوريشن اوف اكشن، من نوع لنوع بيختلف. في عندي شورت اكتنج كومباوندز، شورت اكتنج كومباوندز يعني هذه المواد تعمل مفعول ولكن لفترة قليلة، ميديان هاف لايف يعني تركيزه بيوصل النص من 1 ل 12 ساعة، من 1 ل 12 ساعة. شايفين؟ لأنه شورت بلش من عند 1 من أقل قيمة، لأنه حسب الجرعة اللي أخذها الشخص، حسب المود اوف الادمنستريشن، يعني التركيز بيوصل للنصف الدم من ساعة ل 12 ساعة. لاحظوا 12 ساعة لا يعتبر فترة طويلة. They have a few residual effects، إله بعض التأثيرات if taken before bedtime، يعني بيعمل بعض الأعراض إذا أخذ قبل النوم، بيعمل اللي هو ريباوند، لأنه فترة شغله ما بتكون طويلة، فممكن الإنسان ياخدها وبعد ساعة ساعتين ينام. تمام؟ خلال فترة النوم هذه ممكن الإنسان يصير عنده الريباوند سليبينج، يعني يقوم ويصحى وبعدين يرجع ينام، يصير عنده اضطرابات في النوم لأنه الديوريشن اوف اكشن تبعت هذا الدواء قليلة. أمثلة عليه بروتيزولام، ميدازولام، ترايازولام، يعني أغلبهم أو كلهم بينتهيوا في الزولام بالآخر، المقطع زولام. الشورت أكتينج اللي هي بروتيزولام، ميدازولام، ترايازولام. أكتر إشي اللي هو الميدازولام بتم استخدامه، ميدازولام. تاني إشي الانترميديت أكتينج كومباوندز اللي تشتغل لفترة متوسطة، have a median half-life of من 12 ل 40 ساعة، من 12 ل 40 ساعة. They may have some residual effects in the first half of the day if used as hypnotic. يعني لو احنا أخذناها في مرحلة أو في وقت معين من اليوم، تمام؟ أو قبل ما ننام، تمام؟ بالليل. ففي نص اليوم التالي بصير في عندي بعض الإفكتس على موضوع النوم إذا أنا أخذته كمنوم، هيبنوتيك منوم. يعني لو بدنا نيجي نقارن زي شغل الشورت أكتينج لكن أبعد. شايفين؟ هلأ الأولاني لأنه شورت أكتينج ممكن يعمل مشاكل بفور بيد تايم، يعني أخذها الواحد وبعد هيك أجا بده ينام صار عنده اضطرابات في النوم في النوم أو في الليل. لكن إذا كان عندي intermediate acting فهو الـ half-life تبعته من 12 ل 40 ساعة، بالتالي الـ residual effects أو المشاكل تبعت النوم بتصير في الـ first half of the day، يعني قبل العصر بشوي في مرحلة الظهر بصير عنده اضطرابات، بدي أنام، لا نعسان، حاسس حالي لا صحصحت شوي، هذه الاضطرابات اللي بتصير بعد منتصف النهار. examples عليه الالبرازولام، كلونازوبام، لورازوبام، هدول اشهر ادويه في البنزودايازيبينز. هلا في عندنا جدول راح اشمل فيه كل او يعني اكثر الادويه استخداما في هذه المجموعه، الالبرازولام، الكلونازوبام، اللورازوبام، هدول من الـ intermediate acting compounds. الـ long acting compounds have a half life of 40 to 250 hours، يعني بتستمر الـ half life من عند 40 ساعة ممكن توصل ل 250 ساعة. شوفوا قديش يعني كام يوم. They have a risk of accumulation in the elderly and in individuals with severely impaired liver function أو liver function، يعني الأشخاص الكبار في السن عندهم أكيد مشاكل صحية، بالتالي ممكن يصير في عندهم accumulation لهذا الدواء في الجسم، تمام؟ وممكن يصير له تراكم، لأنه إذا كان في عندي مشكلة في الليفر فانكشن يعني هذا
الدواء ما تم عمل ميتابوليزم له، يعني في النهاية ما يوجد أو ما صار له ميتابوليزم، يعني تراكم في الجسم. فما تراكم في الجسم يعمل إيش؟ سمية، يعمل توكسيسيتي، زي ما اتفقنا على هذا الموضوع من الأول. ما فيش أي دواء لازم يتراكم في الجسم، لازم يصير له ميتابولايت، لازم يتحول من خلال فيز واحد وفيز اثنين حتى يتم التخلص منه في الجسم، يتم التخلص منه. هذا أهم إشي في موضوع الأكيوميليشن، إنه لازم ما يصير أكيوميليشن، يعني لازم نراقب وظائف الكبد، شو طبيعة الوظيفة اللي بيقوم فيها الكبد، هل هي وظيفة طبيعية، هل في مشاكل في الإنزيمات، حتى أنا أقدر أعطي الدواء وأنا مطمنة. But they have a reduced severity of rebound effects and withdrawal. يعني مشاكل الريباوند هذه اللي حكينا عنها في موضوع النوم أو الويذدراول، يعني أنا بقدر أنسحب من هذا الدواء بشكل طبيعي، طبعا حسب وصفة الطبيب شو بينصحني الطبيب، ما في عندي مشاكل بالانسحاب من هذا الدواء. Examples عليه الديازبام والكلور ديازيبوكسايد، ديازبام والكلور ديازيبوكسايد، هدول المثالين، في أكتر من هيك بس أنا حطيت الأدوية نوعا ما اللي مستخدمة أو اللي ممكن الواحد يسمع فيها من خلال شغله في مجال الصيدلة. كومون بنزودايازيبينز، الجدول اللي أنا حكيت عليه، في عندي بلش من الشورت، في عندي لونج اكتف، في عندي ميديوم. حكينا عن الالبرازولام اللي هو الشورت اكتنج من 6 ل 26 ساعة، الاسم التجاري تبعه زاناكس، الالبرازولام ممكن البروكس او شيء حسب البلد اللي بيكون فيها، لكن الاسم العالمي اكزاناكس، يستخدم لعلاج الانكزايتي، البانيك ديس اوردرز. الكلوردازبوكسايد حكينا من الاخر انه هو لونج اكتنج، الكلونازيبام الديازيبام يعتبروا كمان لونج اكتنج. انا بس بكفيني تحفظوا مثلا لونج اكتنج وشورت اكتنج والميديوم مثال على كل واحد. انا حطيت لكم هذا الجدول، يعني هو 3 او 5 امثله، بس بدي تعرفوا انه هم اغلبهم نفس المفعول، نفس المفعول. ما بدي أعرف قد تعرفوا قديش ساعات وقديش، لا بدي تعرفوا الشورت اكتنج، لونج اكتيف او ميديوم اكتنج. من خلال هون ممكن كمان يكون مختصر اكتر منكم اكتر، بس انه الجدول بيثبت المعلومة، بيثبت المعلومة. الالبرازولام هون عاملينه شورت اكتف، لكن هون حاطينه بالميديوم. مش قصة، حاولوا انه يعني انا بدي احط الشورت والميديوم في نفس الطائفة، مش كتير مختلفين مع بعض عن بعض، لانه اغلب التصنيفات ما بيذكروا اصلا الميديوم، ما بيذكروا الميديوم، فقط بيقولوا شورت اكتنج ولونج اكتنج، شورت اكتنج ولونج اكتنج. بالنسبة للاستخدامات، زي ما حكيت الاستخدامات بتكون أغلبها أو تقريبا كلها نفس الاستخدام مع بعض. نيجي للكونترا إنديكيشنز اللي هي المحظورات، يعني في هذه الحالات أنا مش لازم أستخدم هذا الدواء أو هذا العلاج. Benzodiazepines require special precaution if used in the elderly during pregnancy, in children, alcohol or drug dependent individuals, and individuals with comorbid psychiatric disorders. الناس اللي عندهم مشاكل أصلاً سايكولوجية، يعني بيراجعوا طبيب، ما بقدرش أعطيهم إلا بريكوشن، يعني لازم أكون حذرة.
في موضوع الإلدرلي يعني كبار السن، عندهم مشاكل في الكبد، مشاكل في الكلى، في القلب كمان هذه، أو الجهاز التنفسي كمان هذه لازم أخذها بعين الاعتبار. during pregnancy طبعا حسب أكيد وصفة الطبيب أو للتشيلدرن، مش أي شيء ممكن إحنا نعطيه لهذه الطائفة من الناس. الألكحول أو الناس اللي بتشرب كحول أو مدمنة على الكحول، أو الناس اللي عندها مشاكل صحية أو مشاكل معينة وبياخدوا أدوية معينة لفترة طويلة، كمان هدول بنسميهم drug dependent individuals، يعني الناس اللي بتاخد أدوية بشكل مستمر، بالإضافة للناس اللي عندهم مشاكل سيكولوجية، مشاكل نفسية. في ناس مثلا اللي عندهم انفصام بالشخصية، في ناس عندهم اللي هي البوردر لاين، الناس اللي بتروح عندهم بعض الأفكار الجنونية للانتحار والقصص هذه. طبعا ما بصيرش أنا أعطيهم هاي الأدوية لأنه ممكن تزود من سوء الحالة، يعني فوق ما هو محبط أنا أعطيه دواء يعمل له نعاس أو يعمل له كالمينج في الجسم، لا ممكن يعني يكون موصوف له أدوية معينة تانية، فبالتالي لازم يكون عنده الواحد محظورات في صرف هذا العلاج. Because of their muscle relaxant action، زي ما حكينا ان هم بيشتغلوا كمان muscle relaxant، benzodiazepines may cause respiratory depression، يعني مشاكل في التنفس. لأنه كلنا بنعرف انه عضلات السموث muscles او اي نوع من العضلات مسؤول عن اي حركة في الجسم، اذا اخذنا إشي مثبط للجهاز العصبي يعني راح يأثر على العضلات، خاصة السموث ماسلز. بالتالي لما يكون عندي شخص عنده أساسا مشكلة في الجهاز التنفسي، زي ما حكينا الأسما، سي او بي دي، هاي البرونكايتس، أو إذا عنده سليب أبنية. سليب أبنية يعني الإنسان بينخنق، صعب ياخذ التنفس وهو نايم أو هو في وضع الانحناء، تمام؟ إذا هو بيعمل respiratory depression in susceptible individuals، يعني للناس اللي عندهم قابلية لهذه المشكلة. For that reason they are contraindicated، ممنوع ياخدوها in people with sleep apnea اللي هي مشاكل النوم أو مشاكل التنفس خلال النوم. مثلا البرونكايتس، التهاب القصبات الهوائية، السي او دي اللي هو كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديسيز، ممكن كمان اللي هو الربو او الازمه. In major depression اللي هو الاكتئاب الحاد، they may precipitate suicidal tendencies، قابليه الانتحار او الميول للانتحار الناس اللي عندهم الاكتئاب الحاد، and are sometimes used for suicidal overdoses، بياخدوه عشان يصير في عندهم في الأوفر دوز اللي هي موت، يعني الواحد لما ياخذ أوفر دوز من جرعة معينة بيكون في عنده اللي هو الانتحار أو الموت، بموت نفسه، وكتير بنشوفها طبعا. Individuals with a history of excessive alcohol use or non-medical use of opioids or barbiturates، هدول مواد أو بتستخرج من النباتات اللي هي الباربيتيوريتس أو الأوبيويدز، مسكنات القوية أو الناركوتيك أنالجيسكس اللي بيستخدموا أو بيستخرجوا من النباتات، في ناس بتاخدهم كإدمان. non medical use of opioids and barbiturates، الأدوية المضادة للاكتئاب والمسكنات القوية أو الناركوتيك analgesics، في ناس بتاخدهم زي ما حكيت بدون أي وصفة طبية مدمنة، يعني لازم يكونوا حذرين لما ياخدوا هذا النوع من الأدوية. should avoid benzodiazepines as there is a risk of life threatening interactions with these drugs، يعني drug interaction ما بين البنزودايازبينز والهادي الأوبيويدز أو الباربيتوريتس بيعمل تفاعل قاتل، تفاعل قاتل، life threatening interactions، مش ممكن انه
ياخذ هذا الشخص النوعين من العلاج، لانه راح يصير في عندي دراج دراج انتر اكشن، يصير في عندي مشاكل في اللي هو استخراج الادويه، او ممكن بيؤدي الى تراكم الادويه، فهو بنسميها the life threatening interactions. تمام، هذا اللي بهمني تعرفوه بالنسبه للبنزودايازيبينز، لانه هذه جروب مهمه، أو تقريبا أغلب اللي بينصرف بالصيدليات عبارة عن اللي هي البنزودايازبينز، الألبرازولام والكلونازبام والقصص هذه. فمش صح إنه نمر على هذا النوع من الأمراض، أنتي سيجرز أو أنتي إبليبتيك، وما نمر عليها، لأنها طائفة مهمة جدا في هذه الأدوية، أو اللي هي الأدوية المعالجة لهذا المرض. تمام، خلينا نوقف بريك عشان نرجع ناخذ اللي هي الكاتيجوري اللي بعدها الموجودة أصلاً بالسلايد عندكم، يعني من قبل هذه السلايد تم إضافتها حتى يعني تكون شاملة البنزودايازبينز، لأن البنزودايازبينز ما كانتش موجودة في السلايد الأصلية. تمام، يعطيكم العافية، وبشوفكم بعد شي 10 دقائق. مرحبا يا جماعة، نكمل المحاضرة. راح نفوت اليوم في موضوع الـ Antidepressant Agents، أو الأدوية المعالجة للاكتئاب. الأدوية المعالجة للاكتئاب Major Depressive Disorder اللي هي الـ MDD. شو هو موضوع الاكتئاب، أو شو هي مشكلة الاكتئاب؟ is characterized by depressed mood. Depressed mood most of the time for at least 2 weeks. يعني البني آدم بيعاني من الإحباط، أو اللي هو المزاج المحبط. يعني هلأ راح نشوف يعني شو يعني المزاج المحبط. بقول لك at least 2 weeks، يعني على الأقل لمدة أسبوعين، لمدة أسبوعين. or loss of interest or pleasure in most activities or both. يعني في عرضين أو في شغلتين بتدلل لي على هذا الشخص إنه عنده الـ MDD، أو اللي عنده major depressive disorder. أول حاجة إنه مزاجه دايما متعكر لمدة على الأقل 14 يوم أو أسبوعين، أو بيفقد الاهتمام أو المتعة في أغلب النشاطات أو الأنشطة اللي مفترض إنها تحسن من مزاج أي بني آدم طبيعي. هذه الحالة، أو هذه الحالة، أو اجتماع للتنتين مع بعض. يعني إذا كان عنده إحباط مستمر، وكان عنده فقدان الشغف أو فقدان الاهتمام في أغلب نشاطات الحياة اليومية اللي الإنسان العادي بيستمتع فيها أو بيستمتع وهو بيمارسها. In addition, depression is characterized by disturbances in sleep and appetite, as well as deficits in cognition and energy. يعني البني آدم اللي بيعاني من هذا المشكلة أو هذا المرض عنده مشاكل disturbances، اضطرابات في النوم وفي الشهية. يعني لا بياكل زي الناس ولا بينام زي البشر. كمان بكون في عنده deficits، يعني مشاكل في الكوجنيشن، المعرفة أو التعرف، والإنرجي، الطاقة تبعته دايما عنده طاقة سلبية دايما. يعني لو كتير، على فكرة كلنا مرينا في هذه الحالة يعني، بس الحلو الواحد إنه يتخطى. بصير مع البني آدم يعني مراحل في حياته، تجارب في حياته، بتفقد الشغف، يعني بطل عنده نفس إنه يطلع، بطل عنده نفس إنه يروح على شغله،
أو يشوف العيلة أو يطلع مع العيلة، بقول له خلص أنا مش حابب أروح، بضلني بالبيت، بفضل دائما الوحدة، العزلة، المكان المغلق المظلم. ما بحب إنه يتشارك في أي أكتيفيتي بيتشارك فيها البنادمين العاديين. وكتير زي ما قلت مرينا إحنا في هذه الحالة، لكن الدرجات متفاوتة، بتكون الدرجات متفاوتة. في ناس ما يعني ما بتقدر تتخطى، ما بتقدر تغير من هذا، من هاي الحالة اللي هم فيها. بتسيطر عليهم الأفكار السلبية، بتسيطر عليهم الطاقة السلبية. الإحباط مشكلة كتير كبيرة، خاصة لما الواحد يكون كمان من الأساس بيحس بالوحدة. مشاكل هاي كمان البني آدم ممكن يتعرض لها إذا كان في غربة، ممكن هذا يعني إذا ما تخلص منها، ما تشارك أو ما شارك نفسه، أقحم حاله في مجتمع جديد، ما تعرف على أصدقاء، ما مارس هوايات، ما لعب رياضة، يعني كتير هذه الأمور ممكن تخرب حياته أو تدمر حتى حياته. لازم ما يستسلم لها. كلنا زي ما قلت تعرضنا لهذه المواقف في حياتنا، بس ممكن الواحد يكون في عنده وازع ديني مثلا، ممكن وازع اجتماعي، يقول أنا شو بده يصير فيا، إذا شو بده يصير في أهلي إذا أنا صار فيا إشي مثلا، إذا أنا استسلمت لهذه الأفكار السلبية. لأنه ممكن هذه الأفكار بالآخر الشخص يعني يؤدي للانتحار، يحاول ينتحر. كمان هذه الأمور لازم الشخص يكون عنده سيطرة عليها. لكن في ناس بتكون طبعا الأسباب مش كيف، لا تستدعي هذا الخطورة في الموضوع يعني، لكن هي مزاجات للناس، هي قدرات، هي ظروف حواليهم، فبتختلف زي ما قلت من شخص لآخر التغلب على هذه المشاكل أو هذه الحالة النفسية اللي ممكن يمر فيها الإنسان. The the monoamine hypothesis of depression suggests that depression is related to a deficiency in the amount or function of serotonin أو النورإبينفرين أو الدوبامين، هدول المواد الموجودة في الجسم طبعا من خلال الجهاز العصبي بتم إفرازها. بقول لك في النظرية تبعت الإحباط تقترح إنه موضوع الدبريشن أو الاكتئاب بيرجع لديفيشنسي، خلل أو نقص في الأماونت، كمية، أو خلل في الفانكشن، وظيفة السيروتونين أو النور إبنفرين أو الدوبامين. هذه هي الحالات اللي ممكن توعز إلها موضوع الدبريشن، يكون في عندي نقص في كمية السيروتونين اللي بتنفرز في الجهاز العصبي، مشاكل في الفانكشن في الريسبتورز، ممكن النور إبنفرين نفس القصة، وممكن كمان موضوع الدوبامين يأثر على هذا الموضوع. أول طائفة أو أول كاتيجوري في موضوع الأدوية اللي بتعالج Selective Serotonin Reuptake Inhibitors، Selective Serotonin Reuptake Inhibitors هذه إلها علاقة في ميكانيزم اللي هي ما بين خلية عصبية وخلية عصبية. راح يكون في عندي مستقبلات للسيروتونين طبعا، زي قصة اللي حكيناها الصوديوم أو مستقبلات الأسيتايل كولين، لكن هذا إلها علاقة بالسيروتونين سيلكتيف، يعني فقط تشتغل على السيروتونين. ري أبتيك يعني استعادة، ري أبتيك في يعني كيف هي الشغلة؟ السيروتونين بيفرز من خلية لخلية تانية، بكون في عندي ريسبتورز إله، فإيش بصير في مفعول. لكن في بعض المشاكل بتصير على هذا الريسبتورز، فبصير السيروتونين يرجع على الخلية اللي قبل، ري أبتيك
يعني وجوده في الجاب على الفاضي زي ما بقولوا، فبصير يرجع على الساينابس اللي قبلها، إلا الخلية اللي بتعمل سيندنج، مش اللي بتستقبل لسه بعدها ما أخذته، تمام؟ فالري أبتيك هذا إحنا ما بدنا إياه يرجع على الخلية اللي قبل، بدنا نحد من رجوعه، بدنا نحافظ على مستوى السيروتونين ما يرجع للخلايا العصبية اللي جابت الإشارة من البداية. فهاي الأدوية سميناها أو سميت Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Inhibitors يعني مثبطات، يعني هاي الأدوية بتمنع الريأبتيك تبع السيروتونين. طبيعي لأن السيروتونين عبارة عن مادة كيميائية. شو هي؟ بتحسن المود، يعني بتحسن المزاج، يعني بتقلل من الإحباط أو الدبريشن. The Selective Serotonin Reuptake Inhibitors اختصارها SSRI represent a chemically diverse class of agents that have as either primary action the inhibition of serotonin transporter. يعني هي طائفة أو مجموعة من عدة مواد شغلتها أنها تمنع الريأبتيك تبع السيروتونين. Represents a chemically diverse class of agents that have as their primary action the inhibition of serotonin transporter. Inhibition of serotonin transporter. زي فلوكسيتين، سيرتالين، سيتالوبرام exist as isomers and are formulated in the racemic forms. يعني كلهم عبارة عن نفس التركيبة الكيميائية، بس هم ايزومرز، يعني الشكل الكيميائي تبعهم مختلف. لكن مين اللي بيعمل المفعول؟ الراسيميك فورمز، يعني الأشكال اللي ما إلها نشاط ضوئي، يعني كيف بدي أحكيها هلا، الايزومرز متفقين عليها نفس الصيغة الكيميائية، لكن الشكل الكيميائي بيختلف. الفلوكسيتين اللي هو البروزاك، سيرتالين، سيتال برام exist as isomers and are formulated in the racemic forms. يعني التركيبة تبعتهم بتكون راسميك، يعني ما إلها نشاط ضوئي، ما بتأثر، يعني إلها تركيبة معينة، مش أي ايزومر من هذه المواد راح يعمل المفعول. لا، هي عبارة عن بتم تصنيفها أو تشكيلها في فورميولا تكون راسيميك فورمز، يعني ما إلها أي نشاط تأثير على الضوء. باروكسيتين and فلوفاكسامين are not optically active، يعني ما إلهم أي نشاط على أو نشاط ضوئي، يعني ما بيأثروا على البولر لايت. ما يعني ايش فكرة كلكم تعرفوا قصة الستيريو كيمستري وتأثير اللي هو توزيع الذرات واتجاه الذرات، هل هذا الدواء اوبتيكال اكتيف او اوبتيكال ان اكتيف؟ الباروكسيتين وفلوفاكسين هذا ما لهم اي نشاط ضوئي، يعني ما بيأثروا على ايش الضوء المقطب. الاسيتلوبرورام هذا is the S enantiomer of سيتالوبرام. الاس انانشيومر هو هيك اسمه لانه السيتالوبرام حكينا انه هو ايزومر، فاكيد في له مركب شبيه له اللي هو الاستي تلابورام، اللي هو اس انانشيومر للسيتالوبرام، نفس التركيب الكيميائي يعني، ولكن ترتيب الذرات اتجاه المجموعات الوظيفية بيختلف ما بين المركب هذا والمركب هذا. As with all antidepressants, SSRI اللي هم Selective Serotonin Reuptake Inhibitors highly lipophilic. highly lipophilic يعني مواد كارهة للماء، مواد كارهة للماء. The popularity of SSRI stems largely from their ease of use, safety in overdose relative to
tolerability and broad spectrum of uses، يعني إلهم شعبية كتير عالية لأنه أدوية آمنة ما بتعمل مشاكل إذا كان في عندي overdose، الشخص بيتعامل معاها بشكل طبيعي ما في أي مشاكل. broad spectrum إلها of uses، إلها أكتر من استخدام، يعني ممكن تستخدم لعلاج الاكتئاب، في ناس بتستخدمها لعلاج، أحيانا بيوصفوها الأطباء للناس اللي عندهم شوية انفصام في الشخصية، شوية كيف في ناس سبحان الله بتشوفهم تعرف إنه في عندهم مشكلة نفسية، الأجريشن تبعهم بصير في عندهم نوع من اللي هو الاندفاعية، نوع من العدوانية، كثير بتوصف، يعني هو broad spectrum of uses هذه الأنواع. الناس اللي مزاجهم متعكر من غير لا شيء، يعني معرضين لهو اللي هو يصير في عندهم إحباط من أقل الأمور، كمان ممكن يستخدم لهم هذا النوع من الأدوية لتحسين المود، لتخفيف من الضغوطات. في ناس بتاخده، أنا شفت بعض الناس بتاخده حتى مراحل متقدمة في العلاج النفسي، اللي عندهم البوردر لاين، اللي هو البوردر لاين اللي هو يعني الشخص ممكن ينتحر في أي لحظة، أو عنده التندنس للانتحار، يعني بيرغب إنه إيش ينهي حياته. كمان هذه الأدوية الأطباء ممكن يوصفوها لهم. تمام، هاي أشكال الأدوية. بروزاك اللي هو الفلوكسيتين، في عندي السيتا باد، أنا بهمني تعرفوا لي اللي هو البروزاك فلوكسي أو الفلوكسيتين، السيروكسيت، هدول الأدويات، سيبراليكس، هدول الأدوية كتير صار الأطباء يوصفوها، كتير الأطباء صاروا يوصفوها، خاصة اللي هو البروزاك، سيبراليكس، سيروكسيت، كلها موجودة بالصيدليات. طبعا توصف يعني من خلال أو تصرف من خلال وصفة طبية. في عندي نوع من الأدوية أو تصنيف ما بيشتغل فقط على السيروتونين، بيشتغل على النور إبنفرين، يعني مش سيلكتيف سيروتونين، لا، سيروتونين نوربنفرين ري ابتيك انهبيتورز، بيمنع الري ابتيك برضه نفس المبدأ، لكن بيشتغل على هدول المادتين. ذا سيلكتيف سيروتونين نوربنفرين ري ابتيك انهبيتورز اس ان ار اي بايند ذا سيروتونين اند نوربنفرين ترانسبورتر بايند ذا سيروتونين اند نوربنفرين ترانسبورتر، يعني بيشتغلوا أو بيرتبطوا على المستقبلات تبعت السيروتونين والنور إبنفرين، زي الفينلا فاكسين اللي هو الفينلا، its metabolite this فينلا فاكسين اللي هو الفعال، يعني إحنا بناخد البرودراج الدوليكسيتين الليفومينا سيبران، كمان هذه القصة مش كتير لازم نحفظهم، خلينا على الفينلا فاكسين لأنه أكتر إشي بنشتغل عليه أو ينصرف أو بنشوفه. الفينلا فاكسين الاسم التجاري لبعض الشركات، فينلا فقط. Is the active enantiomer of racemic SNRI milnacipran. Milnacipran مش قصتنا. In addition to their use in major depression, SNRIs have applications in the treatment of pain disorders including neuropathies. يعني لأنه ما بتشتغل على السيروتونين طبعا، حتشتغل على النورإبينفرين، فبالتالي راح تعالج لي بعض الآلام الموجودة في الجسم أو اللي ممكن تصير
من خلال هو مشاكل في الأعصاب، نيوروباثيز، يعني الألم اللي بينتج على مشاكل في الأعصاب أو أمراض في الأعصاب، أمراض عصبية، مش بس بتشتغل على موضوع الدبريشن. SNRIs are also used in the treatment of generalized anxiety, stress urinary incontinence, and vasomotor symptoms of menopause. كمان لهم استخدامات بتتعلق في القلق العام، يعني البني آدم بكل حالة من حالات يومه ووقت يومه دائما في عنده قلق، يعني دائما متوتر. ستريس يورينالي انكونتيننس يعني الناس اللي عندهم صعوبة، أو بروح على الحمام بينزل شوية بول وبيرجع بضله رايح جاي، هذا بسبب الستريس. and vasomotor symptoms of menopause يعني الأمور المتعلقة في موضوع الدورة الشهرية وأعراض الدورة الشهرية، لكن استخدامها قليل في هذا الموضوع. تمام؟ لو بدنا نحكي بشكل مطول بصراحة، أنا يعني حاولت أضيف على هذه المجموعات، بس يعني بكفيني إنه نعرف شو شغلها، يعني ميكانيزم تبعتها فقط لا غير. يعني لو بدنا نعدد حنعدد طوائف كتير، في أدوية تم اكتشافها واعتمادها، وفي أدوية لسه في اللي هو مرحلة الدراسة، فلا خلينا على نوعا ما الأدوية اللي تم اعتمادها لهاي الحالة. إفكسور طبعا، السيمبالتا بشكل مش طبيعي، صارت في 30 وفي 60 منها، سيمبالتا اسمها التجاري، الإفكسور طبعا، سولينكس، دولوكس، هذه الإفكسور بدنا ماكسين طبعا. في شغلة اسمها تراي سايكليك انتي ديبريسانت، يعني 3 حلقات فيها تراي سايكليك انتي ديبريسانت، هذه في يعني مش لازم توقف على هذه الفقرة، أنا حاولت إنه أزود، لكن قلت بدي أخلص المحاضرة على قصة الـ SSRI والمجموعة اللي وراها. المحاضرة الجاية الأسبوع القادم إن شاء الله راح أفسر أكثر موضوع الـ SSRI وأشرح شوي عن الميكانيزم حتى تفهموها أكثر كيف بتصير في الجهاز العصبي، وأشرح أكثر عن الترايك سايكليك أنتي ديبريسنت لأنه استخدامهم بيتطلب إنه الواحد نوعا ما يعرف أكثر معلومات عنهم. يوم السبت الجاي بإذن الله، غالبا حيكون السبت والأحد عندنا محاضرتين، ممكن تكون آخر محاضرة الأحد أو السبت، والأحد مراجعة، أو ممكن تكون محاضرتين والأسبوع اللي وراه يكون يوم السبت مراجعة ويوم الأحد اختبار. لسه ما يعني ما حددنا بصراحة، ما حكيت مع الإدارة، يا دوب خلصنا من الامتحان تبع الأسبوع، ف بنشوفهم إن شاء الله على الأسبوع الجاي نكمل في المنهج هذا تبع اللي هو آخر موضوع الأنتي ديبريسنت. وبكفي لليوم، ما فيش يعني لا حل، لأني بدي أخوض في تراي سايكليك أكثر من بدي أكثر من نص ساعة، فما معنى وقت، لهيك حأجلها إن شاء الله الأسبوع الماضي. وإذا في أي إضافة إن شاء الله راح أبعث لكم إياها على الجروب بإذن الله. تمام، يعطيكم العافية وإن شاء الله بشوفكم على خير الأسبوع الجاي.